حياكم الله. يائسٌ هو الكيان الإسرائيلي في رغبته في فصل الساحات ووقف جبهات الإسناد لا سيما اللبنانية منها وعلى نحو خاص. ففي ظل تصاعد الاعتداءات الصهيونية المستمرة يضيف الكيان الصهيوني صفحة جديدة إلى سجله الحافل بالجرائم والتي لم تقتصر على الصراع على ساحات المعارك التقليدية فقط، بل تجاوزت لتشمل الفضاء الرقمي الذي أصبح ساحة جديدة للحروب. الهجوم السيبراني من قبل الكيان الصهيوني الأخير على لبنان يفتح الباب أمام معادلة ردع جديدة بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف لفرض معادلته الخاصة. في الوقت ذاته تأتي مجزرة البيجر كحدث مفجع آخر يضاف إلى سجل الجرائم والانتهاكات التي يواجهها الشعب اللبناني ومحور المقاومة. السؤال المطروح الآن هو كيف سيكون رد المقاومة على هذه الأحداث المتشابكة؟ وهل سيغير الهجوم السبراني من أسلوب المواجهة؟ كل هذه الملفات تابعوها في حلقتنا لهذا اليوم. ملفنا الأول راح يكون عن الهجوم الصهيوني الذي تبناه الكيان الصهيوني على لبنان وكيفية تغير معادلة الردع، ونبدأ من الوقفة التضامنية للعراقيين أمام السفارة اللبنانية في بغداد لمواساة ونصرة الشعب اللبناني تأكيدا وتعبيرا عن الوحدة بين الشعبين العراقي واللبناني ودعم محور المقاومة. الزميل شيبان سامي أعد لنا هذا التقرير لنتابع. خرج مئات العراقيين في وقفة تضامنية أمام السفارة اللبنانية استنكارا لهجمة البيجر الصهيونية الأخيرة التي أدت إلى وقوع آلاف الإصابات ومؤازرة لذوي الشهداء والجرحى. لبنان بالطبع اعتاد على هذه الوقفة الصادقة للأشقاء في العراق وعلى رأسهم تصفية المقاومة، وهو دليل على عمق الروابط التي تربط الشعبين الشقيقين وعلى وحدة موقفنا الرسمي والشعبي في مواجهة همجية الاحتلال، وتأكيد على حقية قضيتنا في الدفاع والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. اليوم إن وقفة احتجاجية أمام السفارة اللبنانية من أرض العراق إلى أرض لبنان، نؤكد العالم أجمعين أنه اليوم الشعب اللبناني والشعب العراق واحد. اليوم إحنا من هذه الوقفة نحب نوصل للعالم صوتنا، لكل العالم، أنه هذا الهجوم الإسرائيلي لهو هجوم فاشل غاشم تجاه شعبنا بلبنان. ويؤكد المتظاهرون أن الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما تشدقت بحقوق الإنسان هي نفسها التي تبرز جرائمها وجرائم الكيان الصهيوني بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني. سبب دمار العرب ودمار المسلمين وبلداننا العربية هي أمريكا، جاءت بفتنة وبأفكار مأخوذة من إسرائيل اللعينة، يتظاهرون أنهم مسالمين، وبهذا الاسم ومن هذا المنطلق أبادوا كل شعوب العربية. والآن ما يحدث في لبنان وفي اليمن وفي العراق وفي الجمهورية الإسلامية إيران وفي بعض الدول العربية، هذا وباسم السلام. وقفة التضامن هذه وسط العاصمة بغداد للوقوف بجانب لبنان المنكوب وأهله المجروحين، وتعبير عن الوحدة بين الشعب العراقي وجميع شعوب محور المقاومة. من بغداد شيبان سامي، قناة الأيام الفضائية. محور الحديث في ملفنا الأول راح يكون مع الأستاذ الدكتور صالح الشذر، أستاذ العلوم السياسية. حياك الله دكتور. حياك الله. أهلا وسهلا دكتور. أبدأ من الهجوم السبراني، جزء من استراتيجية الكيان الصهيوني لو هذه حرق أوراق، لأنه الكيان الإسرائيلي لو جينا على أرض الواقع لنرى أنه فشل في الكثير من تحقيق الأشياء على أرض الواقع. نعم، أولا تحية لك والمشاهدين الكرام. بالتأكيد الجانب الإسرائيلي حاليا هو مفلس، أو الجانب الصهيوني بعبارة أدق، والإفلاس جعله يعود إلى حقيقة إلى مراحل تاريخية في عام 1982. أيضا في صبرا وشيتلة كان هناك هجوم
مشابه لهذا الهجوم عندما حقيقة، ولكن جوبها برد عنيف من قبل المجاهدين، حيث تم قتل 70 إسرائيلي في عمليات استشهادية. نعم. وبالتالي حقيقة كانت ضربة كبيرة للجانب الإسرائيلي، وأعتقد أنا من وجهة نظري سيكون الرد بهذه الطريقة مماثلة. يعني الرد سيكون موجع، رح يكون نوعي، رح يكون بطريقة استشهادية على غرار صبرا وشاتيلا، يعني شو حضرتك؟ يعني وجهة نظري نعم سيكون قريب منها، لأن الآن حقيقة تحول الموضوع إلى حرب سبرانية، وهي حرب حقيقة من قبل الجانب الإسرائيلي، حرب الرسائل والطرود. موضوع البيجر حقيقة تعريف بسيط لموضوع البيجر، هو جهاز فقط يأخذ إشارات، يعطي إشارات، وليس جهاز اتصال يعني. نعم. من شخص إلى آخر، وهذه هاي الإشارات حقيقة من الممكن أن تتبعها في الأجهزة المخابراتية والأجهزة الأمن، فبالتالي اختراقها بسيط جدا باعتبارها منظومة من الممكن أن حقا سيستم، وإذا الرقم السيستمي لهذا الموضوع يعني صار بيد آخر أو بيد جاسوس، بالتالي ستنظر بالمنظومة بالكامل. أعتقد الخلل كان يعني المفروض يعني الجانب الأمني في حزب الله أن يكون حقا على بينة من هذا الأمر قبل الهجوم، أو بالأحرى يعني من وجهة نظري كما سمعنا من حقا بعض المصادر أنهم كشفوا ولكن لم يسعفهم الوقت، وبالتالي ممكن يتكرر نعم. هذا السيناريو لا قدر الله في العراق أو بعض الدول المساندة لمحور المقاومة، حتى هواتفنا حقيقة الموجودة من الممكن باعتبارها كل الأجهزة، كل الاتصالات في العالم حقيقة مرتبطة بالشبكة العنكبوتية في الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي وإسرائيل، وبالتالي تتحكم في مسار العالم. هواتفنا العادية من الممكن أن يكون عليها حقا على بطارياتها أن يكون هجوم. التفجيرات الأخيرة حتى شملت اللابتوب. نعم. شملت أجهزة البصمة للموظفين. نعم. هذا فشي كان فشي يعني نعم. فشي جديد. فشي جديد ومنظم حقيقة لهذا الموضوع، وهو حقيقة نوع من الفوضى حتى تشتيت الجهد الأمني والاستخباري والعسكري اللبناني حقيقة باتجاه غزة، وما حقيقة ما يفعلوه في موضوع حقيقة في موضوع مقارعة الجانب الإرهابي من قبل الصهاينة. أعتقد أنه حتى هذا لم يوقف لحد هذا اليوم، قبل ما ندخل الاستوديو هنالك ضربات موجعة من قبل المقاومة في شتى المناطق، وقتل أكثر من أعتقد تقريبا إصابة 20 إلى 25 شخص، وقتل 3-4 من الجانب الإسرائيلي. الجانب الصهيوني لا يريد التراجع عن هذه الحرب، لا يريد أن يقول أنا خسرت هذه الحرب، لم أحقق أي هدف على أرض الواقع. فسؤالي لحضرتك، إلى أين سنذهب بهذه المعطيات؟ تصعيد من هذا الطرف، حرب نوعية من الطرف الآخر، أين سنصل بهذه السيناريو؟ يريد حقا يحاول نتنياهو إطالة موضوع الحرب، وباتجاه الآن هو حقا حشده باتجاه الشمال اللبناني، ويحاول حقا عودة المستوطنين إلى أماكنهم بعدما حقا نزحوا نتيجة الضربات ونتيجة الصواريخ التي تأتي من حزب الله اللبناني، وبالتالي يعني حقا أربك هذا الموضوع الجانب الإسرائيلي، ويحاول إعادة الثقة لمواطني، وبالتالي حرك أعتقد الفرقة 98 الكوماندوز إلى الشمال اللبناني، وبالتالي هو يحاول أن يقول أني سأفتح جبهة جديدة، ولكن من وجهة نظري لا يستطيع أن حقا يغامر أكثر، بالتالي ستكون الخسائر كبيرة جدا. وحقيقة هؤلاء ما نتنياهو خسران، شو المشكلة إذا فتح جبهة أخرى؟ سينتهي نظامه، وبالتالي سيحاسب حقيقة، هنالك من يحاسبه. إذا وقفت الحرب راح يتحاسب وممكن يدخل. من الممكن إذا لم تتوقف، إذا توقفت الحرب بشروط، من الممكن حقيقة أن يذهب باتجاه أن يكمل دورته الانتخابية الحالية، وبالتالي يذهب بعيدا عن موضوع الاستجواب. ولكن أعتقد أنا ومن وجهة نظري إذا ما أطال مدة حرب سيحاسب عسكريا من قبل الجانب الإسرائيلي. هنالك يوجد محتدلين ويوجد ناس معارضين يحاولون الوصول للسلطة وعكس تصرفات نتنياهو، حتى هنالك فرق كبير وحقيقة شرخ كبير جدا بين الجانب العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي وبين نتنياهو وبين يعني رأس الحكومة، وبالتالي قادة الجيش وقادة الأمن وحتى الموساد الإسرائيلي. نعم. لديه حقيقة تصورات تختلف عن تصورات نتنياهو. نتنياهو يحاول أن حقيقة أن يكون لديه نصر مزعوم حتى للبقاء بالسلطة أو الابتعاد عن المسائل القانونية مستقبلا. طيب، يعني ما لاحظته اليوم في خطاب الأمين العام سماحة السيد حسن نصر الله، أبرز ما لاحظته في هذا الخطاب؟ نعم، الرد. قال قال يعني ستلمسون الرد وليس تسمعون الرد. هذا حقيقة هاي الكلمة صعبة جدا، وهو قالها في
ما الفرق بين ملامسة الحدث وبين سماع الحدث؟ سماع الحدث من الممكن أن يعني على سبيل المثال نقرب الصورة، سمعنا دوي انفجار هذا، أما حقا ملامسة الحدث ستكون إسرائيل حقيقة والأهداف الإسرائيلية في متناول يد المجاهدين في لبنان. نعم هذا طيب. هذا ما يقصده حسن، هذا ما يقصد. طيب هنالك المحيط العربي والمحيط للكيان الصهيوني لا يريد أن تكون الحرب مفتوحة على مصراعيها، أكو محاولات سياسية اليوم لإيقاف هذه الحرب؟ نعم هنالك تحرك لا سيما في الجانب حقيقة في جانب وقف إطلاق النار بين الجانب الإسرائيلي وبين الجانب الفلسطيني حتى ينتهي هذا الموضوع. نعم. هنالك تحرك قطري ومصري أيضا وتحرك إماراتي أيضا، الجانب الأمريكي يعني يحاول تجنب هذه الحرب إلى أن يصل فترة الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وبالتالي من الممكن أن نشهد صفقة خلال الأيام المقبلة، ولكن نحتاج إلى أنا من وجهة نظري أن نكون على حقدا على قدر كبير من الردع أو الاستعداد للردع مثل ما قال السيد حسن نصر الله، حتى حقيقة حتى تستطيع أن تتفاوض من موقع قوة فتحصل على نتائج دبلوماسية إيجابية. هي هنا المفارقة، الولايات المتحدة لا تريد حرب في هذا التوقيت ولكنها تدعم الكيان بالأسلحة وبالأموال. الولايات المتحدة لا تريد اتساع رقعة الحرب لأن ذلك سيحرق الأخضر واليابس، لكنها تمد الكيان الصهيوني. هذه التفجيرات الأخيرة في لبنان كانت بدعم أمريكي أو بعلم أمريكي على الأقل؟ نفى البيت الأبيض هذا الموضوع وقال لا علم لنا بهذه التفجيرات، ولكن أكدته المصادر الإسرائيلية، هناك تنسيق بين المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي وهذه مشكلة كبيرة، ونحن نعرف أن إسرائيل هي الطفل المدلل للجانب الأمريكي. حتى في مناظرة الرؤساء حقيقة بين الرئيس الأمريكي كاميلا وترامب تحدثوا عن حقيقة نصرة إسرائيل، وبالتالي إذن هو حقا حتى في البرنامج الانتخابي هو معلن هذا الموضوع. لكن لماذا لا تقولها الولايات المتحدة بشكل واضح نحن ندعم الكيان؟ قالتها عدة مرات، لكن لماذا تكذب على نفسها وتكذب الآخرين بأننا لا نريد اتساع رقعة الحرب؟ يعني أعتقد أنه حتى أولا لا تخسر حلفاء حقا الاستراتيجي حلفاء الخليج أولا. نعم. وأيضا باعتبارها القطب الأوحد، وبالتالي يجب أن تنظر إلى جانب ديمقراطي وإلى جانب السلم والأمن الدوليين و موقعها في الأمم المتحدة يعني أعتقد، ولكنها تصرفاتها واضحة. أمريكا حقيقة وإسرائيل هم في بودقة واحدة. طيب. من أجل حقيقة الحصول على مبتغاهم في الجانب حقيقة في الجانب العربي بصورة عامة والفلسطيني بصورة خاصة. أرحب الآن بالدكتور حسين سلامة المحلل السياسي عبر سكايب من لبنان، حياك الله دكتور حسين. حياك الله ضيفك ومشاهدين الأعزاء، أهلا وسهلا دكتور. بداية ماذا أراد أن يحقق الكيان الصهيوني من هذا العدوان؟ إلى أي مرحلة مفصلية نتج عنه هذا العدوان؟ يعني أقصد هذا العنوان النوعي لم يكن في حسابات المقاومة الإسلامية ولكنه حدث. سؤالي لحضرتك، كيف سيكون رد المقاومة على هذه الجرائم الوحشية؟ يعني رد المقاومة موضوع يتعلق بما تختاره قيادة المقاومة، لا أحد يستطيع أن يتنبأ بكيف سيكون الرد، ولكن نستطيع أن نقول أنه سيكون بمستوى العدوان الذي تم على لبنان وعلى الشعب اللبناني، لأن هذا العدوان ليس عدوانا على يعني عدوان حربي عادي إنه وسيلة حربية، هو وسيلة قتل. يعني أرادوا أن يقتلوا 500 إنسان مدني أطفال مش مهم في دقيقتين، يعني كل يوم بدقيقة كل يوم بيقتلوا 3000، وهذا يعني موضوع إنه كأنه لا شيء، لا قانون دولي ولا أخلاق إنسانية ولا حقوق إنسان ولا حقوق قتل ولا اعتبار لأي مندرجات في. ولكن دكتور حسين، يعني هذا العدوان كان يستهدف مقاتلي حزب الله اللبناني، لأن مقاتلي حزب الله يستخدمون هذا النوع من الأجهزة، لكن بالعدوان الثاني تصاعد ليشمل اللابتوب وأجهزة البصمة وإلى كل هذه الأجهزة الموجودة في المنزل أو حتى في الأماكن العامة. ظاهر العدوان الذي تريد أن يبتيه الكيان الإسرائيلي أنه يستهدف المقاومين، هذا مش حقيقة، لا ليست حقيقة على الإطلاق. العدوان يستهدف
5000 إنسان. الإنسان بمعنى في ممكن يكون شباب مقاومين وأيضا مدنيين، أطباء، ممرضين، أطفال موجودين في المنازل، ستات بيوت، نساء. هذا العدوان يقصد قتل 500 إنسان وليس 5000 إنسان عفوا، وليس 5000 مقاوم. يعني هذه الفكرة مغلوطة، ليست صحيحة. العدو الإسرائيلي يريد تعميم هذه الصورة، إنه هو عم يعني هو يريد أن يوقع خسائر في المقاومة الإسلامية في لبنان. المقاومة الإسلامية في لبنان صحيح تضررت، لأن لديها من المعدات التي جرى تفجيرها، سواء البيجر أو اللاسلك المحمول، لديها لدى طيب أعضائها من قيادات ومن مجاهدين من هذه الأجهزة وفي المكاتب وأيضا في الأماكن المدنية، موجودة في الأماكن المدنية. لا نخلط بين الأمرين. الإسرائيلي لا يهمه، في غزة لم يقتل عسكريين، قتل المدنيين. الآن في هذه الهجمة هو يريد أن يبيد بشر، 5000 بشر. هنا السؤال دكتور حسين، نتنياهو لم يحقق أي شيء إن كان عسكريا أو أمنيا، نصرا واقعيا على أرض الواقع، هو فقط يستهدف المدنيين والأبرياء. سؤالي لحضرتك، إلى أي مدى سيستمر نتنياهو بهذه التصرفات؟ نتنياهو لم يحقق أي هدف، لا في غزة ولا في لبنان، ولن يحقق سوى القتل والتدمير، وهذا قادر عليه. أما تحقيق الأهداف التي يسعى أو التي طرحها وقال أنه يسعى إليها، فمش صحيح، لا غير قادر على تحقيقها. لا في غزة قادر على أن ينهي المقاومة في غزة وأن يخرج الغزيين من أرضهم وأن يستولي على غزة ويضمها إلى إسرائيل. وفي لبنان أيضا لم يستطع ولن يستطيع إعادة المهجرين الصهاينة من المستوطنات الإسرائيلية في شمال إسرائيل على حدود لبنان، لن يستطيع إعادتهم. ولم وهو يطرح أنه هو الآن ينقل الجهد الحربي من الجنوب إلى الشمال، لأنه يريد أن هدفه إعادة المستوطنين. لن يستطيع ذلك، لأن الحرب لم تعد كما كانت ما قبل عام 2006. ما الجديد بهذه الحرب دكتور حسين؟ الجديد في هذه الحرب أنها أصبحت حرب جبهات مفتوحة، ممكن أن تكون مفتوحة ويمكن أن تكون ضمن نطاق معين، يعني كما هو الحال الآن، إنه لدى هذه الحرب اليوم ضوابط جغرافية، ضوابط إلى حد ما بالأدوات العسكرية المستعملة. أما إذا أراد أن يدخل إلى لبنان وأن يعني ستكون حرب مفتوحة، الحرب المفتوحة لن تبقى على الحدود، لن يستطيع أن يعيد المستوطنين إلى مستوطنات على حدود لبنان من جهة فلسطين المحتلة، لأن الحرب ستكون في عمق إسرائيل وليس فقط في الشمال، ربما يهجر مناطق أخرى أوسع كثيرا من الشمال، ويكون قد حقق لحزب الله وللبنان أهداف هو لم يتوقعها. طيب دكتور صالح، الحرب مع الكيان الإسرائيلي المحتل لفلسطين هي حرب وجود، اليوم نحن لا نخوضها، يعني المقاومة الإسلامية أعلنت ذلك، والسيد حسن نصر الله قال أن هذه ليست الحرب الكبرى التي تنتهي فيها إسرائيل، وربما لن نحتاج إلى حرب كبرى. هذا كلام دقيق، ليس يعني مش كلام نتنياهو، يعني يرمي كلام في الهواء لإرضاء جسد. وضحت الفكرة دكتور حسين. نعم فلسطين وضحت الفكرة. دكتور صالح، لو تحدثنا عن ما جاء في خطاب سماحة السيد حسن نصر الله ثمن دور الحكومة العراقية
حكومة وشعبا بدعم الشعب اللبناني. نعم. كيف يفهم الأعداء هذه الرسالة؟ يعني اليوم هل الكيان الصهيوني يشعر بالرضا على ما قاله الأمين العام لحزب الله اللبناني على العراق والعراقيين حكومة وشعبا؟ نعم. لو راح نشوف أكفة هجمات صهيونية كرد فعل على من يدعم محور المقاومة. نعم. الشعب العراقي حقيقة معروف تاريخيا بحقيقة بمناصرة القضية الفلسطينية منذ عام 48. نعم. ولدينا شهداء حقيقة على أرض فلسطين دماء زكية سالت، أيضا أول شهيد حقيقة في طوفان الأقصى كان عراقيا، أعتقد أنه إعلامي عراقي، أول شهيد سقط حقيقة في فلسطين. نعم. وبالتالي العراق حقيقة حكومة وشعبا حاليا في 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 الوقت الحالي، سواء كان حقيقة بغض النظر يعني عن الاختلافات السياسية، هو حقا مناصر للقضية الفلسطينية وأيضا داعم للجانب اللبناني باعتبار لبنان تربطنا به علاقات حقا حقيقية حقيقة إسلامية أخوية، شعب عربي مسلم، وبالتالي نحن حقا داعمين للبنان. أما رد فعل نتنياهو أو الجانب الصهيوني أو الجانب الأمريكي، فأعتقد أن الشعب العراقي والحكومة العراقية لديها خصوصية في هذا الموضوع، لديها سيادة وبالتالي تتصرف وفق دستور عراقي لعام 2005، وبالتالي كفل لنا الجانب الدبلوماسي وتحركاتنا الإنسانية على مساعدة حقا الأصدقاء. نحن نساعد جميع بلدان العالم عندما تتضرر، فكيف حقا لا ندعم القضية الفلسطينية أو لا ندعم الجانب اللبناني؟ وبالتالي أعتقد أن الحكومة سارية في هذا الاتجاه، وأحزابنا حقيقة ملتزمة في هذا الموضوع. وأنا أؤكد على موضوع الأحزاب حقيقة باعتبار الأحزاب هي المكونة للسلطة وتكون داعم حقيقي للحكومة، وبالتالي نحتاج إلى وقفات مثل هذه الوقفة اللي حقيقة هسه شفناها على شاشاتكم. نحتاج إلى وقفات احتجاجية كبيرة جدا أمام السفارة اللبنانية لمساندة السفارة اللبنانية لمساندة لبنان، وبالتالي هي رسائل حقيقة إيجابية للجانب العربي بصورة عامة وللقضية الفلسطينية والإخواننا في لبنان، بأنه الشعب العراقي معهم سواء كان في الجانب الاقتصادي أو الجانب حتى في موضوع الجانب الطبي هناك مساعدات، وأنه حقا فتحت المستشفيات العراقية أمام الجرح اللبنانيين، وبالتالي أعتقد أنه رد فعل إيجابي ملبوس. ماذا ستكون ردة فعل الكيان الصهيوني على دعم العراق؟ اليوم العراق داعم قوي لمحور المقاومة، هذا ما قالته الحكومة علنا. نعم. وما أكده الشعب العراقي. العراق كحكومة ليس لديه تمثيل دبلوماسي مع الجانب الإسرائيلي. نعم. ولا توجد لدينا سفارة حقا في الجانب الإسرائيلي، وبالتالي يعني حقا كلامه حقيقة يعني حتى رضى أو لم يرضى فكلامه عرض الحائط بالنسبة لي كحكومة عراقية وكشعب عراقي. نحن حقا قرارنا وسيادتنا حقا هي من نابعة من صميم الشعب، وحقا لدينا برلمان يعمل وفق دستور عراقي، وبالتالي أعتقد أنه موضوع القضية الفلسطينية وموضوع الاحتداء العربي على أي دولة عربية من جانب الكيان الصهيوني أو جانب أي دولة أخرى أجنبية سواء كانت أمريكا أو أخواتها، هذا مرفوض جدا حقيقة ومرفوض جملة وتفصيلا. وبالتالي حقيقة ردود الفعل كم يعني مهما كانت، أعتقد أن الموضوع العراق بعيد عن هذه التصرفات السيئة من قبل الغرب ومن قبل الإسرائيليين، وبالتالي حقيقة أنا أتمنى حقيقة أن يكون هناك رد فعل من قبل وزارة الخارجية العراقية. إذا كان هناك رد فعل إسرائيلي يقولون نحن دولة حقيقة مستقلة وذات سيادة، وبالتالي لدينا حقيقة. هل تحتاج أن تتحدث الخارجية العراقية بما تتفضل به؟ والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء قالها صراحة في الجامعة العربية أن الكيان الإسرائيلي عدو. نعم. هل نحتاج إلى تصريح وزارة الخارجية؟ نعم، باعتبار هنالك حدث جديد وهناك قتل أكثر من 5000 شخص في ساعات، وبالتالي أعتقد نحتاج إلى تصريح من قبل وزارة الخارجية يدين هذا الموضوع أو يدين هذا الاحتداء الإرهابي، وأعتقد الإدانة أو من قبل يعني المتحدث من الحكومة لما لا، يعني حقا هذه جريمة ممكن أن تحدث في العراق، بالتالي ممكن أن ترسل لنا هذه الفيروسات وممكن أن تضرب العراق. هو سؤال لحضرتك، ردة فعل الكيان الإسرائيلي ممكن نشوفه هنا على أرض العراق بنفس الطريقة ما للبيجر في لبنان؟ يعني أعتقد أنه الجانب المخابراتي والاستخباراتي بالعراق حقيقة الآن يعني على درجة عالية من التطور، وبالتالي نستطيع أعتقد أنه من وجهة نظري كشف هكذا فيروسات تدخل على أجهزة العراق. بس احنا كنا عندنا بطاريات ليثيوم، يعني هذه ويانا دائما، ترفع درجة حرارتها من قبل الكيان تصير متفجرات. يعني هسه اكو تضارب ما بين ما يقول ان هذه الأجهزة كانت تحتوي على عبوات ناسفة متفجرات بكميات قليلة، والبعض يقول لك لا، بطارية ليثيوم مرتفعة درجة حرارتها وأدت إلى التفجير. أيهما الأقرب من وجهة نظرك؟ الأقرب هو فعل فاعل، وأعتقد أنه هذا الموضوع دخل على
موضوع حقيقة هنالك عقل في كل جهاز، وبالتالي الدخول على دخول فيروس لتفجير البطاريات هو فعل فاعل، وعلينا حقيقة أن تكون هنالك جانب يعني تكنولوجي معلوماتي. أتمنى على وزارة يعني المختصة في جانب المعلومات أن تهيئ حقيقة وأن تكون هناك برامج توعية لي كيفية استخدام جميع حقيقة جميع أجهزة الأرسال والاتصال سواء كانت موبايل أو لابتوب مستقبلا حتى نتحاشى أو نتلافى مثل هكذا هجمات، لأن العراق ضمن دائرة نتحاشاها. دكتور صالح يعني أنت تطور جهاز بالمقابل جاي يتطور ويا الفيروس، صعبة تلقى أنتي فيروس في نفس التوقيت. يعني هسه احنا عندنا المشكلة أنه كل شيء الفيروسات الهجمات السيبرانية قاعدة تتطور بتطور الأجهزة. زين حتى الأجهزة البداية يعني البيجر يعني مو ذاك الجهاز المتطور جدا. لا هو بالثمانينات موجود يعني. شلون استطاع؟ إذا هنالك حقيقة أنا أؤكد يرجع على نفس معلوماتنا، هنالك حقيقة تعاون أو هنالك نوع من التجسس بإعطاء شفرة التبادل حقيقة والتنصت من قبل هذه الأجهزة لجانب الإسرائيلي أو قبل أن تصل إسرائيل. إيه نعم، من قبل الجانب الإسرائيلي قبل أن تصل إلى لبنان. واعتقد انه حتى اما موضوع الشركه رفضت، قالت هذا الانتاج توقف في الشركه اليابانيه المصنعه قبل 10 سنوات، وبالتالي كيف هذا وصل هذا الموضوع؟ هل هي اجهزه قديمه تم تطويرها حقيقه واصبحت صفقه لهذا الجانب؟ اذا هي نوع صفقه فساد من الممكن، وبالتالي هنالك الكثير من السيناريوهات لم تحدد. هذه معادله البيجر هل ستغير المعادله العسكريه ومعادله الردع في الايام المقبله؟ نعم، سؤال مهم جدا. بالتاكيد اعتقد انه الموضوع القادم سيكون حرب الرسائل والطرود عن طريق البيجر، واعتقد انه على العرب جميعا وعلى العراق وعلى الجانب اللبناني وعلى الجانب الفلسطيني ان يكون مستعد، وبالتالي علينا ان ندخل دورات حقيقة للجانب الاستخباراتي سواء كان في الأمن الوطني أو جهاز المخابرات العراقي لتلافى هكذا هجمات مستقبلا. نعم. دكتور حسين، ربما تكون صفقة فساد، يعني وين المشكلة؟ حتى الآن البيجر ليس جهازا متطورا للغاية حتى يسيطر عليه الكيان ويتحكم بخريطته الإلكترونية، ما الذي حصل من وجهة نظرك؟ ما درت أفهم السؤال، أنا أطش الكلام. نعم تسمعني الآن؟ عم بسمع بس الصوت عم بيقطش. طيب، أجهزة البيجر ليست أجهزة حديثة، يعني هي أجهزة تستخدم منذ فترات ماضية وسنين وعقود ربما طويلة. كيف استطاع الكيان الصهيوني أن يسيطر عليها؟ كيف استطاع أن يخترق الكود السري لهذه الأجهزة أو الخريطة الإلكترونية لها؟ يعني هذا يبقى لغز. دكتور حسين، كيف تعلق على هذه النقطة؟ يعني كان عمل استخباراتي ناجح جدا، وأكيد أخذ وقت عند الموساد لتنفيذ هذا العمل، بأن زرعوا في هذه الأجهزة آي سي من المتفجرات، يعني آي سي متفجر بأجهزة اللاسلكي، قدرت العبوة ب 22 جرام، وفي أجهزة البيجر أقل بحدود 3 إلى 4 جرام العبوة في بجنب البطارية، يعني زرعت كأي سي موجود على البورد. هذا يعني عبر تكنولوجيا جديدة متطورة جدا استطاعوا أن يشغلوا موجات عالية جدا لتحمية البطارية وبالتالي انفجار العبوة. بهذه الطريقة استطاعوا أن يفجروا 3000 أو أكثر من 3000 جهاز في دقيقة واحدة، وفي اليوم التالي فجروا حوالي 500 أو 1000 جهاز اتصال لاسلكي أيضا في دقيقة واحدة. هلا بعض الأجهزة لم تنفجر فورا لأنه يمكن لم تكن في مكان ملائم لتلقي الموجة الإرسال. وضحت الفكرة دكتور. نعم، شكرا جزيلا دكتور حسين سلام المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من بيروت، شكرا جزيلا لكل ما تفضلت فيه. دكتور صالح الشذر أستاذ العلوم السياسية، حياك الله وشكرا جزيلا على ما تفضلت فيه.
ختام ملفنا الأول بتوالي ردود الأفعال في منصة إكس حول حادثة الهجوم السيبراني الصهيوني على لبنان، لنتابع. الثاني راح يكون عن الاختلاف في التصريحات الرسمية الحكومية، ففي الوقت الذي يؤكد فيه رئيس الوزراء عدم وجود تعيينات جديدة في مؤسسات الدولة، يعلن مجلس الخدمة العام عن توفر 8000 درجة وظيفية شاغرة. هذه التصريحات تزيد من حيرة المواطن وتفاقم التساؤلات حول مدى التنسيق بين مؤسسات الدولة وآليات إدارة الملف الوظيفي، وهل هناك آليات واضحة تضمن توزيع هذه الفرص بشكل عادل وشفاف؟ نناقش اليوم تأثير هذه الخطوة على الواقع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد بعد هذا التقرير، لنتابع. أرحب كل الترحيب بالدكتور صفوان قصي الخبير الاقتصادي، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا دكتور. المواطن احتار بين تصريحات رئيس الوزراء سيد محمد شاع السوداني يقول ماكو تعيينات بشكل واضح وصريح، مجلس الخدمة الاتحادي يقول لا وفرنا 8000 فرصة عمل وتعيينات لبعض الطلبة. زين شون يعني شون نقدر نفهمها؟ اليوم المواطن بقى بين حيرة يا دكتور. نعم. يعني من حيث المبدأ السيد رئيس الوزراء يذهب باتجاه تفعيل دور القطاع الخاص في عملية خلق الوظائف، فهو لا يميل إلى زيادة عدد العاملين في الدولة العراقية أكثر من 4,100,000، لكن مجلس الخدمة الاتحادي لديه بعض الموظفين الذين يحالون على التقاعد مما يؤدي إلى مرونة في عملية الحذف والاستحداث. قانونيا عندما يكون هناك فراغ في الدرجة الوظيفية وهناك إمكانية لدى وزارة المالية، يعني لا يوجد إضافة تخصيصات مالية على أصل بند تعويضات الموظفين، يمكن الإعلان عن درجات وظيفية شاغرة ويخلقون بيئة منافسة حسب حاجة الوزارات الاتحادية وحسب المتقدمين لشغل هذه الوظائف. من الناحية العملية أعتقد أن الحذف والاستحداث مطلوب، لأن هناك بعض يعني بعض الوظائف تحتاج إلى موارد بشرية لإدارتها، يعني عندما مثلا يخرج فل بروف من الجامعة يفترض أن يحل محل أستاذ جامعي زين، لكي يكون هناك ديمومة في النشاط. جيد، ولكن دكتور يعني صفوان هسه السؤال يقول لك بس مجلس الخدمة الاتحادي عنده متقاعدين،
ما كل الوزارات أكو بها ناس تروح للتقاعد، لماذا لا تأتي درجات وظيفية لتسد ما ذهب منه التقاعد؟ لا هو مجلس الخدمة الاتحادية عن كل الوزارات، هو كل الوزارات يعني ليس هو يعني المتقاعدين ليس في مجلس الخدمة وإنما زي. من كل الوزارات عندما يخرج الموظف على يحال على التقاعد يذهب ملفه من الوظيفة الفعلية إلى ملف إلى هذه ما تسمى تعيينات، هذا يسمى حذف واستحداث. أي هذه متعينات؟ لا متعينات يعني غطاء 4,096,000 موظف عامل في الدولة العراقية المقر ضمن قانون الموازنة لا يستطيع السيد رئيس الوزراء أن يتجاوز هذا العدد، لكن أثناء السنة أنت تعلمين الموازنة الثلاثية 23-24-25 عندما يخرج أحد المنتسبين يمكن تعويضه من الدائرة أم لا يمكن، فتصبح هناك مشكلة لدى هذه الدائرة. مجلس الخدمة الاتحادي يخاطب الوزارات ما هي حاجتكم إلى الموارد البشرية، يجمع هذه الاحتياجات، يعلن عن وجود فرصة على مستوى هذه الوظيفة، يتقدم يعني المتنافسين ضمن بوابة إلكترونية، وعندما يكون هناك اختيار ضمن أولويات يضعها أيضا مؤشرات بحيث أن الآلة هي التي تقوم بعملية الاختيار من أجل التخلص من الضغوطات أو المحجوبية. يعني أكو نسبة عالية من الشفافية والنزاف الاختيار. طبعا تدريجيا نحن نميل إلى تخفيض عدد العاملين، لكن هناك وظائف لا يمكن تعويضها أو هي وظائف جديدة تحتاج إلى تعيينات جديدة. رح أرجع يعني لك على الوظائف الجديدة، بس قبل الوظائف الجديدة هسه أنت بنتراجع دائرة مو شوف عندك 4 أو 5 موظفين مقابل معاملتك وقاعدين لا شغل ولا عمل. لا هاي اليوم هذولا صاروا عبء على الدولة لو لا. طبعا احنا نميل إلى أن تكون الوحدات الحكومية وحدات مدرة للدخل بحيث تغطي تكلفة الإنتاج. عدد العاملين في الدولة العراقية تضخم نتيجة ضعف قدرة القطاع الخاص على احتواء العاملين، فالحكومة ورثت مجموعة من المشاكل، قامت بإطلاق التعيين 850,000 درجة وظيفية من أجل استيعاب هؤلاء. طبعا بعض الوزارات الاتحادية لديها حاجة، بعض الوزارات الأخرى لديها شحة، لديها فائض، فعملية إعادة النظر في هيكل الوزارات الاتحادية حسب نوع النشاط حسب إمكانية تطور النشاط يمكن أن يكون هناك توظيف لهذه الطاقات العاطلة. اقترحنا منذ وقت مبكر بما أن الحكومة ترغب في دعم القطاع الخاص وهناك موظفين فائضين عن الحاجة، من الممكن توجيه الدعم من خلال موظفين مدفوعين الثمن، يعني إعارة الموظفين من القطاع العام إلى القطاع الخاص. هذا مو صعبة لأنه أكو اختلاف بالرواتب؟ لا الحقيقة هو هذه إجازة الخمس سنوات. أي؟ الخمس سنوات يعني عندما يكون هناك فائض عن احتياج الدائرة زين؟ ويكون هناك طلب على هذا الشخص بالقطاع الخاص يتم إعارته مقابل تحمل الراتب الإسمي وفقط من الجهة الرئيسية العامة يعني وزارة المالية، والجهة التي تستعير هذه الخدمة تقوم بإعطاء راتب يحسن دخل هذا المنتسب ولا يشكل عبء على القطاع العام باعتبار أنه فائض عن الحاجة. زين. خلينا هسا نرجع إذا سمعت آخر تغريدة من مجلس الخدمة الاتحادي قال أنه لا تعيين لذوي المهن الصحية. لا الحقيقة يعني عمليا عندما يعني تكون هناك ما يجب أن يكون أن هناك هيكل تنظيمي لكل الوزارات الاتحادية، عندما يتم افتتاح مستشفى مثلا جديدة هل وزارة الصحة تمتلك الموارد البشرية اللازمة لتشغيل هذه المستشفى من خارج من نفس الملاك أم أنها بحاجة إلى تعيينات جديدة؟ هناك يعني نمو في الطاقة التصميمية لتقديم الخدمات، فنحتاج إلى إضافة بعض المهن الصحية إذا كانت يعني هناك حاجة. ما نقترحه من أجل أن لا نضيف عبء على وزارة المالية أن يكون هناك دوام ما بعد الثنتين الظهر لذوي المهن الصحية في وزارة الصحة على أن يتم تسديد رواتبهم من نشاط المستشفى. يعني ليس من المعقول أن المستشفى تعمل 8 ساعات باليوم، تستطيع أن تعمل 24 ساعة باليوم، فيكون هناك كادر للدوام المسائي يتم تسديد مستحقاته من نشاط الكادر. يعني الدعم الحكومي هو تقديم المستشفى والأدوات. أقول لك لسان ذوي المهن الصحية يقول لك إحنا تعبنا، دراسة علمية صعبة وتخصصات صعبة
وفلوس دفعنا هواية، بالتالي حتى يقولون لنا ماكو تعيين. يعني هسه حتى لو أنت أكو شفت مسائي كما تفضل، نعم. الحكومة وين عن هذه الاقتراحات؟ هي المشكلة مو هاي. يعني التقيت بأحدهم أو اثنين من عندهم دي ينقلون لي المعاناة، يقولون قلت لهم اشتغلوا بالقطاع الخاص، يعني معقولة طبيب أسنان ما يقدر يشتغل ما يقدر صيدلي؟ قالوا احنا مشترطين علينا انه لازم 3 سنين عندنا خدمة بالحكومة، يلا يسمحونا يعني تدرج. فالمفروض نرجع للنقابة مالت الصيادلة مال أطباء الأسنان، لا بأس ان يمتلكون الخبرة، يعني اوظفهم بالقطاع الخاص بإشراف صيدلي متمرس، بإشراف دكتور. عددهم هواية. احنا عندنا كليات اهليا فتحت، نعم. بعد العام 2003 طبعا هو هاي هذا دا يسوي عبء. هواي عندنا صيادلة، نعم. هواي عندنا اطباء اسنان، يعني اكثر من الحد الطبيعي. لازم نطور الصيدلة. اكو صيدلة لصناعة الدواء، يعني معامل لصناعة الأدوية. احنا عندنا فرص استثمارية الآن، يعني حكومة السوداني شجعت على الاستثمار في القطاع الدوائي، على اعتبار أن معامل سامراء بدأت، هناك فرص استثمارية في السماوة، أيضا هناك معامل في الأنبار. فيفترض دعم قدرة هؤلاء الصيادلة على أخذ تمويل من المصارف العراقية وافتتاح مشروع مصغر لصناعة دواء. وين الكنترول مالتهم؟ منو يوجه هذول الصيادلة؟ يعني احنا التخطيط والتنفيذ، نعم. غائب عندنا. احنا المفروض عندنا نقابة، النقابة تشوف هذول الكوادر البشرية. طبعا احنا نعالج مشكلة قائمة، هو المفروض اني ما انتج صيادلة اذا المجتمع ما محتاجهم. زين مو هسه احنا بعدنا ننتج؟ احنا طبعا احنا مستمرين. زين هذه يعني بعد 4-5 سنين ايش قد راح يصير عددهم دكتور؟ بالتاكيد، يعني هو سيد نقيب الصيادله صرح منذ وقت مبكر، قال احنا ما نحتاج 60,000 صيدلي، لان صاروا اكثر من حاجه المجتمع. ليش متلغي الاقسام الصيادله في المفروض التعليم العالي ينسق ويا وزاره التخطيط، ينسق ويا النقابات، بحيث ما انتج اني خطيه هذا مطلع 99 واجيبه صيدلي لو اجيبه طبيب اسنان واهله صرفوا عليه، وورا 6 سنين اقول له تعيين ماكو، وبالقطاع الخاص ما عنده راس مال. يعني هسه انت اذا تيجي تفتح صيدليه او تيجي تفتح وين ما عنده هيش امكانيه، ولا اكو اليه مثلا مبادرات البنك المركزي اللي توجهت اكثر شيء لقطاع السكن. يعني صح اكو مبادرات على مستوى المشاريع الصغيره والمتوسطه، لكن ما توصل 100 مليون. انا اريد اسوي معمل مال صناعه دواء، اريد المشاريع الصغيره والمتوسطه تعطيني 5 مليار، تعطيني 50 مليار. يعني عملية تحليل استهلاك، يعني صناعة الأسنان هي ليست موجودة بالبيئة المحلية، فقط صيانة بعض يعني بخجل. يعني صناعة المواد الطبية تحتاج إلى الاستثمارات. منو يتحمل مسؤولية؟ أكو اليوم خربطة، أكو فوضى، منو يتحمل مسؤولية دكتور؟ يعني الحقيقة للأسف أكو ارتباك في البرامج التعليمية بما يخدم سوق العمل. حاليا نحن في الجامعات العراقية هناك استمارات وزعت بهدف أنه إعادة تأهيل المناهج الدراسية وفق رغبات الأستاذ بما يتناسب مع سوق العمل. طبعا هذا الموضوع يفترض أن يكون هناك لجنة تخصصية، يعني بالتأكيد هناك رغبة لدى الأستاذ بتطوير أداء العلمي، تطوير المنهج الذي يقوم بتدريسه، لكن هو لا يستطيع المسح الميداني لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. بمعنى أننا نحتاج إلى جهات استشارية، لا بس أن يكلف فريق استشاري لإعادة تأهيل المناهج العراقية. بس من الممكن نجيب فريق استشاري، ليه السنة بعد سنة جاي تؤجل المشكلة؟ لأنه إحنا ما عندنا أساتذة يدرسون هاي المواد اللي تلائم سوق العمل. قبل شنو هي هاي المواد؟ أكو هواية أساتذة. مثل شنو هاي المواد؟ أكاديميين. هسا إحنا على مستوى المحاسبة. إحنا هسا مثلا أنا أدرس محاسبة دولية. وعندي خبرة عملية ونظرية. بس شوفي لي كم أستاذ بالعراق يدرس هاي المادة وعنده خبرة عملية؟ قليل. فنحتاج شنو؟ ندخل هذول الأساتذة اللي هو يريد يعطي مهارات. في مجال الطب قسم التحضير قليل. نعم. عندك بالأجهزة الطب الفيزيائي، نعم. قليل، نعم. وشوف عندك تراكم بالصيدلة وبطب الأسنان. هسا هذه المفارقة أنا شلون أقدر أفهمها؟ أبو التنسيب ليش ما ينسب؟ ليش كله صيدلة صيدلة صيدلة؟ يا يعني ما عندنا تخدير إحنا. أيه. تخدير ما عندنا طب فيزيائي. أيه. يعني يروحون لباكستان وللهند يدرسون. يعني هذه حقيقة والله أنا كمتلقي محيرة. نعم. هسا كخبير اقتصادي ليش هذه الخربطة؟ هذه عبارة عن هدر بالمال العام
والمال الخاص، لأن هذا وقت يعني هو هذا متفوق وابن العراق، وأنا أريد أوظفه بخدمة المجتمع، فأقل تقدير تعاقد ويجير راح تشغله قبل ما يدرس. يعني أجي أقول يا التعليم العالي، أقول يا قطاع خاص نظامي، يا وزارات اتحادية، شنو الوظائف اللي عندكم شحبيها؟ يقولوا لي هاي التخصصات، الريد الريد مهندس تآكل مال أنابيب، الريد واحد على الذكاء الصناعي، إيش قد تريد؟ علاج طبي بالمستشفيات ما عندنا، أتعاقد ويا حلل قائمة استهلاك العراقيين، شنو المواد اللي ممكن يستهلكوها وتنتج من الداخل، أبدأ أشغل موارد بشرية، فلوس أكو زي. موارد بشرية أكو، عقول مجرد عقود ممكن زي. أنه تعيد تأهيل هاي الموارد البشرية لخدمة السوق العام. 30 ثانية، وباعتبارة خبير اقتصادي، شنو رسالتك لذوي المهن الصحية ينتظرون لو يشوفون حياتهم بالقطاع الخاص ويرحون يعني يشتغلون هم يتمنون يشتغلون بالقطاع الخاص، لكن على النقابة والحكومة أن تراجع موضوع أن الخريج بعد أن يتم فحصة من قبل النقابة أنه مؤهل للعمل زين. في سوق، لأنه ليس كل الخريجين خاصة بعض الكليات التي تمنح شهادة بدون ثقة لحامل الشهادة، يحتاجون إلى دورات تدريبية، نقوم بفتح دورات تدريبية. إذا كان هو مؤهل لعمل سوق القطاع الخاص يوظف بالقطاع الخاص. يعني هذا العدد 57,000 شخص يرغبون بالتعيين بالمناسبة، هو تعيينه ما يتجاوز 900,000، يعني راتبه أكثر واحد بيهم ياخذ 900,000، طبيب أسنان. زين وليش ما يشتغل بالقطاع الخاص؟ ويا ريت لو عندنا اختصاصات متنوعة، احنا عندنا صيدلة وعندنا طب أسنان وطب صيدلة عامة، يعني يا ريت لو عندنا مثلا فد أقسام جديدة ومهارات. نعم نعم. ممكن أقول هذه ممكن تتعين حتى في احنا المواطن. نحتاج إلى أنه نوظف يعني مراكز البحث طيب. والتطوير ويا النقابات ويا التعليم العالي، اكسابهم مهارات تخصصية نعم. للعمل في القطاع الخاص. شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي، نورتنا في حصاد اليوم. شكرا. كل التحايا لحضرتك. اذا قبل ان نختم وياكم خلونا نتابع هذا الموجز الخبري. الشيخ حمام حمود يؤكد على أهمية دور الإطار التنسيقي في تعزيز استقرار العملية السياسية. أكثر من 12 مليون تلميذ وطالب يباشرون الدوام الأحد المقبل، ووزارة التربية تؤكد إكمال استعدادات بدء العام الدراسي الجديد. وزارة المالية تؤكد التزامها بصرف رواتب الموظفين في مواعيدها المحددة. العمل تدرج تخصيصات زيادة راتب المعين المتفرغ ضمن جدول موازنتها للعام المقبل. العمليات المشتركة تعلن قتل 6 إرهابيين بثلاث ضربات جوية في كركوك. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.